كما في كل عام الملايين يخرجون رافعين شعارات الرفض للظلم وللمطالبة بالعدالة والعدل للإنسانية. العاشر من محرم هو يوم إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين سبط النبي محمد عليه الصلاة والسلام في كربلاء. وعلى الرغم من مرور 1384 عاماً على واقعة الطف، بالنسبة إليهم فإن إحياء مراسم عاشوراء هي أبعد بكثير من ذكرى. هي نهج متواصل جيلاً بعد جيل، وتحولت إلى مدرسة سياسية وأخلاقية وثقافية لرفض الظلم. في مواجهة الحصار على الشعب اليمني، يقول اليمنيون إنهم عاشوا عاشوراء طوال سنوات الحرب رفضاً للخضوع ومقاومة للحصار. بالآلاف وفي معظم المحافظات اليمنية خرجوا لتأكيد خياراتهم. نقف أمام المشروع الأمريكي لنقول أن محور المقاومة هذا المحور الكبير، نقول لهم انتصر هذا المحور على رغم المظلومية أمام المشروع الأمريكي، وفشل المشروع الأمريكي في سوريا، ويفشل المشروع الأمريكي في لبنان، وفشل المشروع الأمريكي في اليمن. نعم، قضايانا هي قضايا الإمام الحسين، ودم الإمام الحسين الذي يفور في كل عرق من شباب هذه الأمة هو الذي سيصنع للأمة عزتها. في مختلف المحافظات الإيرانية كان المشهد واحداً، لا صوت يعلو فوق أصوات العزاء. ملايين الإيرانيين في الشوارع والساحات وأمام المراقد والحسينيات، مواكب ومجالس وسرد للسيرة الحسينية وتجديد على السير بدرب الإمام في مواجهة الاستكبار العالمي. في أفغانستان، وعلى الرغم من حظر حركة طالبان إحياء مراسم عاشوراء، خرجت عشرات النسوة رافضات الحظر والمنع في مسيرة في أحد شوارع كابول، لكن المشهد اختلف في شارع آخر، حيث نشرت مشاهد الاعتداء طالبان بالسيوف وعقاب البنادق على المشاركين في تلك المراسم، فيما أطلق الرصاص في شارع آخر لتفريق المشاركين في إحياء اليوم العاشر.